قداسة البابا شنودة، أعود مرة أخرى لقضية الحكم في قضية نجع حمادي. هل استراحة؟ أنا عارفة أن طبعا طال الوقت وكان وقت طويل كما قلنا في الفصل السابق، ولكن هل يعني شعرت براحة بأن العدل اتخذ مجراه في هذه القضية؟ أنا شاعر أن الحكم معقول، يعني معقول. معقول ليه؟ لأن القاتل الرئيسي هو الكموني اللي حولوه للمفتي، والاتنين الباقيين شركاء. طبعا الشريك غير الفعل الأصلي، إلى أي مدى اشتركوا القضاء يفهم دي أكتر مننا بالتحقيق. ويقال إن الأخير كان مضغوط عليه، لو قال لا يقتلوا الكموني برضو. فالحكم في الحدود دي معقول. احنا مش عارفين هيحكم على الاتنين الباقيين ازاي، لكن الحكم على الكموني حكم عادل. هل ده بيطمئنك بعض الشيء لان قضية الاسكندرية ستأخذ مجراها في القبض على الجناة وما الى ذلك و باقي القضايا؟ انا مش عايز اقول ان صملوط قضيه طائفيه بصراحه، خلينا نشوف هيحصل ايه. عشان سمعت كلمته. طب شوفي. من جهه قضيه الاسكندريه هناك مشكله قائمه. مشكله ايه؟ قائمه. ايه هي المشكله؟ هل الذي قام بهذه المذبحة شخص واحد بحزام ناسف، أم هناك أكثر من شخص؟ وهل هناك عربية مفخخة أم لا توجد عربات؟ هنا صلب المشكلة. كثيرون يقولون إن الإصابات التي حدثت والقتل اللي حدثوا أكتر بكثير من قدرة حزام ناسف. لابد إن فيه عملية دخل فيها كمية ضخمة من الأسلحة الفاتكة، بارود غيره، ده أمر ما نعرفوش. لكن شخص واحد بحزام ناسف ما يقدرش يعمل كل ده. إذا كان مجرد شخص لابس حزام وتفرقع فيه وفي الناس وهو مات، إذا ما فيش متهم، لأن المتهم مات وخلصت الحكاية. المتهم مات، مفهوم، خلصت الحكاية. يبقى كل التحقيق ده نتيجته ايه؟ الواضح امام الكثيرين من مشاهدي الحادث انه كان هناك اكثر من انفجار. كل مشاهدي الحادث اللي شاهدوا بعضهم صرح وقال كده، في اكثر من انفجار. ثم ايه العرب اللي شافوها شعللت بنار؟ يعني في امور، يعني ما زالت التحقيقات جاريه و نرجو هذا. موضوع شديد التعقيد الحقيقة. لكن نحن لا نوافق على ان مجرد شخص فرقع ومات ويبقى انتهت الحكايه. لا، ما لسه النيابه لم تعلن تفاصيل القضيه، يعني لم تكشف. صحيح. نعم. لكن لعلك سمعتي ايضا ان الجاني شخص بحزام، دي كانت اشاعات وما زالت، لكن لم تصدر كلمه فصل من النيابه، لم تصدر كلمه فصل في احاله القضيه بان هذا هو متهم او ذاك او مجموعه او ما الى ذلك. نرجو هذا، ويعني نثق ان النيابه ربنا يساعدها انها تصل
إلى الوضع السليم بالضبط. أعود مرة أخرى للمبادرة التي اقترحها شيخ الأزهر، فضيلة شيخ الأزهر، مبادرة بيت العيلة، ثم سميت بعد ذلك زي ما سمعنا البيت المصري أو ما إلى ذلك. رأي قداستك إيه في هذه المبادرة؟ القصد طيب بلا شك، القصد طيب، كان مهم في التنفيذ. وقداستك بتشك في التنفيذ؟ لا، كلمة شك تعبير لا أقصده إطلاقا، لكن أنا بقول التنفيذ المنتج أو غير المنتج. يعني احنا دعينا الى هذا الاجتماع وما رحناش. ليه قداسة البابا؟ معلش يا بنتي، اتفضل. نحن لا نعرف قواعد هذا الاجتماع ولا بنوده ولا دعينا الاجتماع، لا نعرف جدول الاعمال ولا ايه اللي هيحصل فيه. يعني في الاول نتفاهم على القاعده وبعدين نتفاهم في التنفيذ. وما كانش عندكم رؤية واضحة أو لم تعرض عليكم رؤية واضحة حول يعني شكل هذه المبادرة؟ كون إن اتجاه عام للمبادرة شيء، ولكن مفروض لأي جمعية تتعمل يكون في هيئة تأسيسية ويضعوا القواعد بتاع الموضوع ده وإيه طرق تنفيذه ومين الأعضاء اللي فيه، مين الأساسيين ومين اللي يضافوا إلى آخره. ولذلك لم تذهبوا؟ احنا قلنا ان احنا نقعد في جلسة خاصة في الأول لترتيب الأمور وبعدين نبقى نروح. قداسة البابا، قبل ما أخرج فاصل، هل أستشعر، وده رابع حوار لي مع قداستك، أن هناك قدرا كبيرا من الغضب في قلب قداسة البابا شنودة؟ أنا لا أستعمل كلمة الغضب، لا أستعمل كلمة إيه الغضب، إنما أنا باستمرار بستعمل كلمة الصراحة، لأن الصراحة هي أقرب طريق يوصل إلى التفاهم. وأنا في كل لقاءاتي معك أسلوب الصراحة كن ده، فالصراحة ما يدلش على الغضب، لكن أنا بقول ما هو نبض الشارع ماشي إزاي. ولذلك لما اتكلمت على الناس بتوع الأسعار والبطالة وسعر اللحم ولا غيره، ما كنتش بتكلم على مسألة قبطية، إنما بتكلم على نبض الشارع. الشارع بيقول إيه؟ وأنا لما الناس يلاقوني في كل موقف أجامل أجامل أجامل، يقولوا لا، الراجل ده ما بقاش بتاع الحق، بقى بتاع مجاملة. وأنا لا أقبل على نفسي هذا الوضع ولا أستطيع أني أمشي فيه. أنا لازم أقول كلمة الحق وأقولها بصراحة، واللي يزعل أتفاهم معاه، أقوله زعلان ليه، نتفاهم، لكن نقعد نقول كله تمام كله تمام، كل شيء مظبوط معمول كويس خالص، ما فيش غلطة، الكلام ده يبقى استخفاف بعقول الناس، استخفاف بعقول الناس. قداسة البابا، اسمح لي أخرج فاصل، وأنا أقدر صراحتك وأحترمها. نخرج فاصل، ويعني الحقيقة هذا حوار صعب لي مع قداسة البابا شنودة، ده حوار الرابع، ولكن هو مش حوار سهل. فاصل وأعود بعد الفاصل لأناقش قضايا أخرى، منها قانون دور العبادة، هل سيكون هناك قانون لدور العبادة الموحدة أم هناك قرار لبناء الكنائس؟ بعد الفاصل.
هو فعلا كان حوار صعب، الجزء الثاني كمان منه اصعب، لكن نسمع راي الاسد ده استاذ كمال. هو يمكن في البدايه يعني ينفع يكون عنوان فيلم، ما زال التحقيق مستمرا. ما زال التحقيق مستمرا. انا مش متصور انه بعد ثوره 25 يناير ما زلنا نبحث عن مؤامات، وربما اسمح لي استخدم تعبير تلفيقات، لانه في بعض الناس حاولوا يستغلوا الزخم الشعبي ضد النظام البائد، وحبوا يسيسوا حادث القديسين بشكل او باخر، ربما يكون هكذا، لكن انا مش شايف ان التحقيقات متجهه في الطريق الصحيح. فقالوا لا، ده العدلي واعوانه وامن الدوله، ولقوا نوع من انواع القبول لدى العامه. وما زلنا حتى هذه اللحظه لا نعرف من ارتكب بالضبط كنيسة بالضبط. وبالتالي تفرق دم الاقباط بين القبائل زي ما بيقولوا. الامر جد خطير، لانه احنا عايزين مره واحده يكون فيه العداله الناجزه، ليس لحق الاقباط ولكن لحق سلام المجتمع وامنه. الامر الثاني انه هذا الحوار، انا شويه بشويه بتفهم ليه التلفزيون المصري ما زعوش، لانه نحن لم نعتاد ان نواجه واقعنا وقضايانا الحقيقيه بهذا الشكل. ويمكن قبل الثورة، لكن طبعا هو بعد الثورة، ولا بعد الثورة سمح لنا بإذاعته. يعني شوفي، بعد الثورة سمح بالإذاعة، لكن ما زال التناول والتعاطي مع قضايانا الحساسة زي ما هو. احنا ما زلنا لغاية دلوقتي بنتكلم على ان احنا افضل حالا، وان احنا كويسين، وان احنا يعني مش عارف اقول اكتر من كده لانه صعب. هو بالنسبة للقضية ديت، انا اتذكر ان في الذكرى السنويه لاستشهاد شهداء كنيسه القديسين، انا عملت اتصال باحد رجال النيابه العامه المختصين بهذا الموضوع، وسالته، قلت له عدت سنه الناس بتسالني اعمل ايه، انا عايز ارد ايه اللي حصل. فقال الموضوع دلوقتي على مكتب وزير الداخليه، واحنا في انتظار ان وزير الداخليه يدي يعني يوضحوا مين المتهمين اللي تم ضبطهم او اللي بيتم التحقيق معاهم في هذا الامر، واحنا كنيابه عامه مش مقصرين في الجزئيه دي. فهو فعلا هو اختصاص الداخليه لغايه النهارده ما عملتش حاجه في هذا الموضوع، في حين ان احنا شفنا، وكان اعتقد الاستاذ عمرو اديب كان اظهرها في البرنامج بتاعه، بان واحد امين شرطه طلع كان في مظاهرات امناء الشرطه قدام وزاره الداخليه، قال انا استخدموني في الموضوع الفلاني والعميد فلان والاستاذ حاجات كده، وقعد يذكر، والكليب متسجل وموجود على اليوتيوب. الموضوع الفلاني ده يقصد القديسين، كنيسه القديسين، بان هو تم استخدامه في هذا الحدث. في هذا الحادث. بس حتى هذه اللحظه الغريبه ان التحيات لم تصل الى شيء، مو ده كمان موضوع. وكل يعني اصابع الاتهام اللي اشارت على حبيب العدلي ان هو متهم في هذا الموضوع لم تكذب ولم تؤيد. طيب ليه القضيه دي بالذات لغايه دلوقتي لم تستكمل بعد، فانها قضيه خطيره جدا. وكل العالم كان بيتكلم بخصوصها، يعني بعد اكتر من سنه وثلاث شهور، في سنه ونصف على كنيسه القديسين، ليس لدينا متهم واضح في قضية كنيسة القديسين. بنسترجع كلام البابا شنودة اللي كان بعد 20 يوم من أحداث القديسين، ولسه هذا الكلام كأنه مبارح. ما زال التحقيق مستمرا كما قال الأستاذ كمال. فاصل، وبعد الفاصل جزء الآخر هيكون عن قانون دور العبادة، وبرضه كأنه مبارح، لأن قانون دور العبادة قرار بناء الكنائس ولا حاجة من دي خرجت من الأدراج. والفاصل ده فيه شوية شغب بيني وبين قداسة البابا، وبيتكلم أيضا عن الاعتكاف في الدير بعد الفاصل.